حول الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ حسين العليان المحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ حسين إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك مطالبات بسحب ميليشيا الحشد من صلاح الدين على خلفية مقتل الضابط في حماية العبادي وتزايد الشكاوى أيضا ضدهم، كيف تقرأ ما يجري؟ يعني هي المشكلة الأساسية في الموضوع أن الدولة لا تملك صلاحيات على هذا الحشد، يعني لا تملك السيطرة على هذه الحشود، كل حشد له مرجعية خاصة فيه، وبالتالي هو الحديث عن وحدة السلاح ووحدة الإدارة ووحدة القرار يفترض تكون بيد الدولة. نعم. هلا هناك مشكلة، أنت تعرف أن الدولة مركزية الدولة في السيطرة على الأجهزة الأمنية محدودة بسبب أنه بناء الأجهزة الأمنية تم على أسس غير صحيحة غير مهنية، يعني قام على أسس حزبية، وأنا بعتقد أنه الأجهزة الأمنية يفترض يعني تستبعد عن الأحزاب وتستبعد عن التيارات السياسية في البلد، ويصير جيش محترف مهني ما له علاقة بالنشاط السياسي. طالما لهم علاقة بالنشاط السياسي فبالتأكيد ستبقى المشكلات قائمة. نعم، يعني أين سيادة الدولة والقانون؟ يعني إذا كانت هذه الميليشيات تأخذ كما قيل أو كما يقول المراقبون بأنها تأخذ حقها بيدها إن كان لها حق طبعا، وتصل إلى قتل ضابط يعني بحماية العبادي، المسؤول عن حماية العبادي شخصيا، يعني شوف انت الان معظم الكتل السياسية في العراق لها ميليشيات ولها اذرع عسكرية واجنحة عسكرية. في ظل هذا الوضع القائم في البلد مستحيل انت تستطيع ان تنشئ خطة امنية موحدة ومركزية يعني تهيئ الامن والاستقرار في البلد. مع طول هناك سلاح خارج سيطرة الدولة وهناك ميليشيات تتلقى دعم من الخارج وتتلقى دعم من كتل سياسية، بالتأكيد ستبقى الأمور تتكرر، اليوم يقتل هذا العقيد بكرة من قتل غير ضابط، نعم، وبالتالي الصراعات السياسية ستستمر، عمليات الاغتيالات وتستمر كل هذه المشكلات. ما لجأ إليه السيد العبادي بدمج الحشد في الأجهزة الأمنية والقوات اتخذ قرار، وأنا بعتقد أن القرار ما راح يمشي، يعني له اعتبارات عديدة منها مالية وسياسية ودولية، وبالتالي هو ما حل المشكلة، هو زاد الطين بلة. هذا الحشد أنشئ لمرحلة محددة، أنت قاتلت في داعش، انتهى موضوع داعش، الحشد يحل. كيف يحل الحشد وهذا الحشد يتبع إلى أحزاب معينة ولا يأتمر بأمر القوات الأمنية أو الحكومة في بغداد ومسير من خارج العراق؟ كيف من الممكن حل الحشد يعني؟ ما مبررات استمرار هذا الحشد انتهت، سواء كان مبرراته أن هناك داعش إذا كانت هناك مبررات في الموقف أو في الحالة، لكن انتهت هذه المبررات، ولكن مبررات خارجية يسير فيها الحشد في المنطقة. هذا شيء آخر، سيادة البلد، أن البلد اليوم سيادته مستباحة. العراق اليوم لا يملك شيئا من إرادته السياسية وتقرير مستقبله. الإيراني تارة ودول الجوار الأخرى تارة، أمام هذا المشهد السياسي وإرادة الدولة على سيادتها وقرارها السيادي، بالتأكيد سنبقى نتخبط في مشكلات أمنية واقتصادية ومشكلات جمة. يعني أستاذ حسين، برأيك إلى أين تسير البلاد في ظل يعني سيطرة الميليشيات عسكريا؟ يعني أنا أعتقد أن العراق سيبقى ساحة للتجاذب الإقليمي والدولي. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تجعل من العراق رهينة في صراعاتها الإقليمية، والعراق بحد ذاته في السياسة الأمريكية مطلوب منه ألا يستقر ولا يمتلك قدراته وإرادته السياسية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واحد من أهدافها أنه هذا العراق يبطل لاعب في الإقليم، يبطل ذو وزن إقليمي. بسبب غياب العراق استبيح أمن الإقليم، وبالتالي هم المعنيين باستمرار غياب هذا العراق، هنا المشكلة الرئيسية. نعم، ودول الجوار متضررة من عودة العراق مستقر، وبالتالي هي مع مزيد من الإضعاف ومزيد من الاستقرار. وصلت الفكرة الأستاذ حسين العليان المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.